وصل الفرنسي الواثق ديفيد جينولا إلى وايت هارت لاين في عام 97 بعد أن كشف عن مهاراته في إنجلترا مع نيوكاسل، وأصبح لاعب الجناح الأيمن المفضل لدى الجمهور. قدم لهم بعض العروض الرائعة. كان جينولا لاعبا ذا مستوى ممتاز عندما يكون في القمة، ولم يكن له أي نظير عندما تكون الكرة بين قدميه. كان جينولا يتمتع بتوازن كبير وسيطرة رائعة على الكرة، فقد كان قادرا على مباغتة المدافعين بمراوغاته بطريقة لا يستطيع أن يتقنها سوى هذا الفرنسي الأنيق. اكتمل أسلوبه المحبب لدى الجمهور من خلال نصيبه الوافر من الأهداف، حيث سجل 22 هدفا في 127 مباراة. كان موسم 98-99 هو الأفضل له، حيث ساهمت سلسلة عروضه الرائعة في بلوغ توتنهام نصف نهائي كأس إنجلترا، هذا بالإضافة لإحرازه لكأس الأندية الإنجليزية المحترفة. لعبت المساهمة الفردية لجينولا في تلك السنة دورا كبيرا في نجاح الفريق، ليحصل على لقب أفضل لاعب في العام من قبل الصحفيين المتخصصين في كرة القدم. أدى قدوم المدرب الجديد جورج جراهام ونزعته الدفاعية لإنهاء مسيرة جينولا مع توتنهام، لكنه سيبقى في الذاكرة طويلا كأحد أكثر اللاعبين موهبة وشعبية بين جماهير وايت هارت لاين.